أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إضافة نص عشوائي. طبعاً هذا النص ممكن نستفاد من عنده في تنسيقات النصوص إذا كان عندنا بحث تجريبي. حتى نضيف هذا النص العشوائي نكتب يساوي بالإنجليزية، لابد نكتب يساوي كلمة راند اللي هي اختصار راندومايز، وطبعاً نفتح قوس ونكتب عدد الفقرات المطلوبة مثلاً 3 فاصلة وعدد الأسطر في كل فقرة مثلاً 4 أو 5، ومن ثم نغلق القوس ومن ثم انتر. إذا لاحظ أن النص راح يضاف بهذه الطريقة. طيب، ممكن أن ننسق النص بطريقة أخرى، ممكن نحذف جميع التنسيقات، طبعاً محاذاة إلى اليمين، طبعاً ننسق النص بهذا الشكل. إذا لاحظ أنه بكل فقرة عندنا 5 أسطر وطبعاً 3 فقرات حسب ما طلبنا من البرنامج إضافتها. طبعاً هذا النص ممكن يفيدنا لو احتاجين إلى نص سريع، بدل أن نستنسخ النص من مكان معين بإمكاننا نضيف النص بشكل مباشر من خلال برنامج وورد.